يسر اللوزة، لا أسعى لمعرفة نوع الجنين والحمل الثاني أصعب من الأول. برجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. كشفت الفنانة يسرا اللوسة عن سبب نشرها لفيديو لها وها في الشهور الأخيرة من الحمل، حيث قالت: عندما نشرت الفيديو كنت في الشهر الأخير وكنت قلقة جدا بسبب فيروس كورونا، وأعتقد أن كل النساء الحوامل في ذلك الوقت انتابهن نفس الشهور لأن أمر الفيروس كان مجهولا، وحتى الطبيب المعالج لم يستطع أن يطمئن. بالإضافة لابنتي تبلغ من العمر 5 سنوات وقد أغلقت كل الحضانات، فكان على أن أقوم باللعب منها وتسليتها، فكان الموضوع صعبا فأردت أن أفرغ من خلال الفيديو. وأضافت الفنانة يسرا اللوسة: خلال لقائها ببرنامج معكم الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلة ويذاع على قناة سي بي سي، حمل الثاني كان أصعب من الأول، فدائما الحمل الأول يكون مجهولا ما يحدث بعكس الثاني، وأنا لا أسعى لمعرفة نوع الجنين، فمعرفة النوع هو أمر جديد، فزمان لم يكن الأمهات تعرف نوع الجنين، لذلك فكل زيارة للطبيب نأكد عليه ألا يقول نوع الجنين أثناء الكشف. وعندما ولدت ابنة الثانية لم نستطع الاحتفال لأنها جاءت في وقت كورونا وشعرت أنها قد ولدت فصمت. يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا اللوسة مسلسل طاقة حب الذى ينتمى لنوعية أعمال 60 حلقة، وهو تأليف أحمد صبحة وإخراج أحمد يسرى، ويشارك في بطولته أحمد حاتم، أحمد صفوت، أنوشكا، سامح الصريطة، رشا مهدى، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، شيرين، محمود حجازة، هاجر الشرنوبة، باسل الزارو، سامة مغاورة، سمر جابر، لمياء الأمير ومحمد العمروسة. تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسة حول صديقات العمر لما العقلانية وسلمى الرومانسية الحالمة ومشوار حياتهما بكل خيبات الأمل وتحديات الطريق ونجاح السعي حتى يصل للمعنى الأصح والأصدق للحب الحقيقي.